واو بنات الروابي للعالمية. جلسة مليئة بالمفاجآت مع بنات الروابي. نحن فتيات الروابي. ممكن شوفك بهوليوود تفكري انه ممكن انا اشتغل على لغتي وصير اشتغل برا مشاريع هيك برا؟ هلا انا اوريدي صورت هاي السنه مسلسل اجنبي. اوه انا ما بعرف ولا هيك لقطت اولها. مبروك. ما بعرف وين حينزل. اوكي بس بعرف انه حينزل باوروبا. تواصلوا معي قالوا لي بدنا اياك تعمل اوديشن لهيك هيك. رحت عملت اوديشن اوديشن ورا اوديشن وقتها اخذت الدور اللي انا حبيته. دور اجنبيه؟ هي وحده عربيه بس نحكي انجليزي. كله انجلش. كله انجلش. وهذا ما حيكون عملها الاجنبي الوحيد. ونكست يير عندي موفي هلا رح ابلش اشتغل عليه، موفي اجنبي برضه رح يتصور بامريكا. واو بنات الروابي للعالمية. في نجوم هيك كبار عرفتي مين معك؟ في نجوم كبار بس ما بقدر احكي. سكوب لقيتي واحد واحدة واحد. نجوم بتحضرون من انتو صغار. جوني داب. I wish. والمفاجآت ما خلصت هون، فكمان يارا عندها سربرايز من العيار الثقيل لجمهورها. هلا انا من انا صغيرة بغني، كنت كلاسيكلي تريند اوبرا فترة طويلة، بس دائما كان عندي خوف انزل اغاني. انت عم تكتبي الكلمات وانت عم تعملي اللحن، واذا حدا ما عجبه هو مش عاجبه يعني ايش انت عم تحكي، فهي كان اشي كتير يخوفني. بس من شهر واحد صرنا مسجلين كم من اغنية بستايل. رح تفوتي على مش الغن؟ يس بستايل مو كتير انسمع من قبل. بتغني عربي او اجنبي؟ عربي بس. أوكي. في كتير touches from the west and from the far east. حتغني هلا يلا اختاري اللي بدك اياه. وحصريا لقيتي بالعربي يارا غنت للمرة الاولى لايف وكشفت عن اغنيتها الجديدة. ما فيش خيار غير أعيش بلاك. عيلة التيزر. حتنزل امتى عشان نقول انه هلا هي كان المفروض تنزل اخرتها هلا واخرتها out of respect. It doesn't feel right. هلا في فيديو كليب رح نشوفه. يس صورنا وخلص. لهيك ختمنا هالمقابلة بنشيد مدرسة الروابي للبنات، وخبرتنا يارا معلومة عن هالاغنية ايضا. تعرفي انه انا كنت بغنيها بالمسلسل؟ The song صوتي. برافو. نحن فتيات الروابي نحو القمم محلقات فتيات الروابي.